وأوضح شكري أنه عقد ونظيرته الفرنسية مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة الاقتصادية، كما أشار إلى تطرق المباحثات إلى قضايا إقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والمغرب وسوريا والعراق ومنطقة الساحل. عقدنا اجتماع منفرد مع معالي الوزيرة وثم موسع مع الوفود، تناولنا أيضا بقدر أكبر من التفاصيل العلاقات الثنائية، أوجه التعاون خاصة التعاون التجاري والاقتصادي، ووجود مجالات لتوسعه هذه العلاقات وزيادة حجمها بما يتناسب مع العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. تناولنا أيضا القضايا الإقليمية، قضية الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن التعازي إلى الشعب الليبي الشقيق، وأيضا لأسر المصريين في ليبيا اللي تعرضوا للسيول المدمرة، وبالتأكيد أيضا لأشقائنا في المملكة المغربية